هذا وقد سعت مملكة البحرين إلى وضع استراتيجيات وخطط تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد عن مسار القطاع النفطي والكشف عن قطاعات تنموية وموارد غير نفطية لخلق اقتصاد قوي ومستدام. وفي هذا الشأن أكد الدكتور عمر العبيدلي مدير برنامج الدراسات الاقتصادية في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، أشار خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة إلى أهمية الاستراتيجيات التي أطلقتها المملكة لتنشيط القاعدة الاقتصادية. وتجاوز أسوأ يعني ملامح لجائحة كوفيد، بدأت البحرين تتمكن من قطف الثمرات هذه الاستثمارات وانعكست في البيانات التي ذكرت. فيما يخص الاستراتيجيات الصناعية الواعدة، في تركيز على القطاع السياحي أولا، ثانيا على قطاع التصنيع، شهدنا مؤخرا فتح مصنع جديد للأدوية، إضافة إلى الاستمرار في الاستثمارات في قطاع النفطي والبتروكيماويات نظرا لاكتشاف الحقل الجديد حقل خليج البحرين في عام 2018.